وكان قصر العلم في العاصمة العمانية مسقط قد شهد اليوم مراسم الاستقبال الرسمي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في إطار جولته الخليجية، حيث جرت جولة مباحثات رسمية استعرضت العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وفي البيان الختامي للزيارة أشاد البلدان بما تحقق من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، وأكد عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية. وفي هذا الإطار رحب الجانبان بالإعلان عن افتتاح الطريق البري السعودي العماني وتدشين المنفذين السعودي والعماني، كما ثمن الجانب العماني جهود المملكة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي من مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر إلى نهج الاقتصاد الدائري للكربون. وفي الشأن السياسي أكد الجانبان على مضامين إعلان العلا الصادر في 5 يناير الماضي، كما أكدا على مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وإجراء إصلاحات شاملة في لبنان والتعامل بشكل جدي مع الملف النووي والصاروخي لإيران. وعلى هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمسقط ضمن جولة خليجية، وقعت السعودية وعمان مذكرات تفاهم بقيمة 30 مليار دولار في قطاعات اقتصادية عدة.